دلوقتي بقى كنا اتكلمنا امبارح معاكم عن برنامج الكاميرا الخفيه بتاع شالوم بتاع الاخوه التونسيين، وقلنا انهم تعرضوا لضغوط جامده واتمنع البرنامج، وانهم لا زالوا يتعرضوا لضغوط وكانوا بيحاولوا يعرضوه. وعرضنا هنا من قناه الشرق ان نحن على استعداد لعرض هذا البرنامج ان لم يجدوا اذا زادت الضغوط عليهم، لكنهم لانهم راس الحربه للثورات العربيه وشعب مثقف وواعي، فمقاومتهم جابت نتيجة وعرضت الحلقة الأولى النهاردة لأول مفضوح. تعالوا نشوف الحلقة لأول مفضوح جزء منها ونرجع لكم. أنا كلمتك في التليفون قلت لك عندنا حوار لروسيا اليوم، خاطر في التليفون ما نجمش نقول لك شنو الموضوع. يعني ماريا تخفي الفيدراسيون تاع يعني هما جايين مهتمين بك انت العقد تدريب فريق، يعني مش حبوك تدرب فريق، وهذا هو موضوع اللقاء ومصر. يعني هي عندها تقريبا اسبوع في تونس تتوج عليك، ويمكن اللي سالتهم ما حبوش يعطوها ارقام ما نعرفش علاش، ويحبوك يعني جاء فريق. كنا مختار يعني في الامبيونس باسكو فلسطين اسرائيل سي لا ميم شوز سي يعني جو كوني بيان كل شيء في فلسطين في انا نحب هذاك علاش ما نجيبوا اخر عربي. اقفش زي ما قفشنا قائمة العار اللي حضروا احتفال السفارة الإسرائيلية للكيان الصهيوني المحتل في مصر احتفالا باستقلال إسرائيل، وقلنا لكم قائمة العار ومن ضمنها عماد أديب وسعد الدين إبراهيم وشاهناز النجار وغيرها. في تونس بقى هذا المدرب اسمه مختار التليلي، واحنا عهدناكم أن نفضح كل المتصهينين وكل الخانعين وكل المنبطحين. مختار التليلي أشهر مدرب كرة قدم في تونس، لعب في النادي الأفريقي، درب نادي الترجي والصفاقسي والمنتخب التونسي والمنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم. اشتهر بدعمه للقضية الفلسطينية، أبرز تصريحاته أنا مجاهد وأتمنى الموت على أرض فلسطين. كذاب يا خيشة، كذاب قوي. الحق يتقال إن هو ما وافقش على العرض بشكل مباشر، بس كان بيسأل لو أنا دربت هقعد فين؟ بيقولوا له في تل أبيب. قال ادوني فرصة أفكر. هي دي يا اسمك يا مختار التليلي؟ مختار التليلي يا راجل ياللي بتقول أنا مجاهد وأتمنى الموت على أرض فلسطين، دي محتاجة إنك تفكر فيها بدل ما قوم تقلع الجزمة وتضربهم بالجزمة اللي في رجلك. ربنا يسامحك ولشعب تونس الرأي فيك.